بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، نريد أن نعرف ما هي السلفية كمنهج، وهل لنا أن ننتسب إليها، وهل لنا أن ننكر على من لا ينتسب إليها أو ينكر التسمي بكلمة سلفي أو غير ذلك، جزاكم الله خيرا. السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنهم هم الذين سلفون وقدمونا وتقدموا علينا، فاتباعهم هو السلفية. وأما اتخاذ السلفية كمنهج خاص ينفرد به الإنسان ويضلل من خالفه من المسلمين ولو كانوا على حق، واتخاذ السلفية كمنهج حزبي فلا شك أن هذا خلاف السلفية. السلف كلهم يدعون إلى الاتفاق والالتئام حول كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يضللون من خالفهم عن تأويل. اللهم إلا في العقائد فإنهم يرون أن من خالف فيها فهو ضال، أما المسائل العملية فإنهم يخففون فيها كثيرا. لكن بعض من انتهج السلفية في عصرنا هذا صار يضلل كل من خالفها ولو كان الحق معه، واتخذها بعضهم منهجا حزبيا كمنهج الأحزاب الأخرى التي تنتسب إلى دين الإسلام، وهذا هو الذي ينكر ولا يمكن إقراره، ويقال انظروا إلى مذهب السلف الصالح ماذا يفعلون في منهجهم وفي ساعة صدورهم من الخلاف الذي يسوء فيه الاجتهاد، حتى أنهم يختلفون في مسائل كبيرة، في مسائل عقدية وفي مسائل عملية، فتجد بعضهم مثلا ينكر أن يكون الرسول رأى ربه، وبعضهم يقر بذلك، وترى بعضهم يقول إن الذي يوزن من في يوم القيامة هي الأعمال، بعضهم يرى أن العامل هو الذي يوزن، بعضهم يرى أنه صحائف الأعمال هي التي توزن، وتراهم أيضا في مسائل الفقه يختلفون كثيرا. من فضلك اقلب الشريط. في النكاح، في الفرائض، في العدد، في البيوع، في غيرها، ومع ذلك لا يضلل بعضهم بعضا. فالسلفية بمعنى أن تكون حزبا خاصا له مميزاته ويضلل من سواهم، نقول هؤلاء ليسوا من السلفية في شيء. السلفية اتباع منهج السلف عقيدة وقولا وعملا وائتلافا واتفاقا وتراحما وتوادا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أو قال: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ابن عثيمين رحمه الله.